الله أكبر الله أكبر. شد خالي فوق تنازل 21/2/2013 بعرف بعرف شد لفوق شد 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 يقوم بنزع الصواريخ التي زرعها الطاغية بشار الأسد ليلة أمس جراء القصف على قرية الحمامة 21/2/2013 أحد الصواريخ التي سقطت على هذا المنزل ولله الحمد ولم تنفجر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لواء الحرية كتيبة شهداء الحمامة تقوم بنزع الصاروخ الأسدي الذي سقط ليلة أمس بعده شوي بس ولم ينفجر. الله أكبر ولله الحمد الله ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. أصف عنيف لواء الحرية كتيبة شهداء الحمامة تقوم بنزع أحد الصواريخ التي سقطت على قرية الحمامة ليلة أمس مما أحدثت إلى هذا الدمار ولم ينفجر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر ولله الحمد. صاروخ أسدي من النظام صاروخ أسدي يضربوه بالطريقة المناسبة انفجر يعني جراء القصف العنيف على قرية الحمامة. الله أكبر ولله الحمد. 21/2/2013 لواء الحرية كتيبة شهداء الحمامة صواريخك يا بشار تقوم بنزع الصاروخ الأسدي الذي سقط ليلة أمس ولم ينفجر أما أحدث دمار هذا المنزل. هاي بتعطيه دفع. الله أكبر. أنا بدي أحكي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر على الظالم. احكي بس احكي احكي. نتمنى من المسؤولين النظام يعيدوا التأهيل ويبعثوا بالطريقة المناسبة. الله يعطيهم العافية. الله أكبر. كتيبة شهداء الحمامة تقوم بنزع الصاروخ الأسدي الذي سقط على هذا المنزل. الله أكبر.